مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا رمضانيات. اليوم حنتكلم عن مشروب مشهور جدا في رمضان، وهو مشروب الجلاب او القلاب زي ما بيحكوله بعض الناس. مشهور كتير في منطقة بلاد الشام وخاصة سوريا ولبنان، لانه بيشربوه بكميات كبيرة اكثر من فلسطين والاردن، ولكن بدأ ينتشر بهذه الاماكن. ايش هو؟ هو عبارة عن مشروب بارد يشرب في شهر رمضان، خاصة وقت الإفطار، منعش جدا وطعمه لذيذ، كمية سكر اللي فيه مفيدة جدا للجسم، تعطيه طاقة تعطيه قوة. الجلاب عادة زي ما حكينا يحضر في شهر رمضان بشكل عام، ممكن الناس تحضره في أوقات أخرى، ولكن في شهر رمضان هو مشهور جدا لأنه بعطي طاقة عالية، وذلك بعد الصيام، وهذه الطاقة بحتاجها الصائم. ما هي مكونات الجلاب؟ تختلف من مكان لمكان ومن عائلة لعائلة ومن منطقة لمنطقة. معظم الناس اللي بتصنعه أهم شيء يكون فيه ماء الورد وأحد أنواع الدبس، مثل دبس التمر أو دبس العنب. بعض الناس بتضيف جزء بسيط من دبس الرمان إذا بحبوه حامض، ولكن الدبس هو أهم شيء. ثم تضاف إليه بعض المكسرات النية وبعض الفواكه المجففة والماء البارد والسكر. في ناس بتضيف توت وأمور أخرى، وهذا كله يرجع. فبالتالي ما هي الفوائد وما هي المضار تعتمد على المكونات اللي داخل فيه. خلينا نحكي بشكل عام، لو في فوائد، أول شيء فيه كمية كبيرة من السكريات، وبالتالي من أحد فوائد أنه بعطيك طاقة خاصة عند الإفطار، ولكن برضو هذا ضرر للناس اللي عندها مرض السكري، لأنه في كميات سكر كبيرة فممنوع يشربوا، بيرفع عندهم السكر بشكل غير صحي، وبالتالي قد يؤدي إلى آثار جانبية. معظم هذه فيها فواكه، وبالتالي هاي الفواكه فيها فيتامينات ومعادن، بتقوي العظام، بتحسن صحة القلب. أجين إذا ما عندكم مشاكل في السكر فما في مشكلة كنت تشربوه، لكن إذا عندكم مشاكل في السكر لازم تنتبهوا. في ناس كتير بيضيفوا توت، وهذا مهم جدا، مضاد للأكسدة. بيختلف برضو شو أنواع البروتين اللي بيضيفوه، اللي هو المكسرات. في كميات ناس بيضيفوا زبيب، الزبيب عالي كثير بالسكر. ناس بيضيفوا مثلا جوز، الجوز عالي بالبروتين، فبيعتمد على ما يضاف إليه. طريقة التحضير الجلاب يمكن تختلف من مكان لمكان ومن سيدة لسيدة. عادة توقع هذه الأمور، التمر مثلا مع دبس التمر بضيفوا عليه، بعدين المكسرات في النهاية، ممكن يحطوا زبيب، ممكن يحطوا مكسرات أخرى، بضيفوا ماء الورد، وناس بحطوا سنوبر. أجين في ناس ما بحطوا هاي الشغلات، في ناس بنقعوا الفواكه المجففة بماء بارد لمدة طويلة، وبعدين لما تتجانس هاي ممكن يضربوها بالخلاط. في ناس ما بحطوا الخلاط بس بصفوها تصفاية، فبتعتمد من مكان لمكان كيف طريقة التحضير. هلأ صاروا يبيعوها محضرة جاهزة، طبعا هاي فيها مواد حافظة أنا لا أحبذ عليها، لكن تعتمد كيف سهولة التحضير أو حبها لتسويها بإيدها. طبعا في أضرار ومحاذير، اللي هو زي ما حكينا ارتفاع نسبة السكر، وبالتالي ممنوع هو لمرضى السكري. الاستهلاك الكبير قد يؤدي إلى مشاكل هضمية مثل إسهال، لأنه في كميات سكر كبيرة، وبالتالي قد يسبب إسهال، وهذا مش جيد في الصيام. الأشخاص اللي عندهم القولون العصبي برضه يجب أن يبتعدوا عنه، لأنه بيأثر سلبيا عليهم. وطبعا السعرات الحرارية العالية اللي فيه للناس اللي بدها تحاول انها تنزل وزنها غير جيد. هذا سريعا حكينا اليوم عن مشروب مهم في رمضان، وهو مشروب الجلاب. كل عام وانتم بخير، ونراكم في حلقات قادمة من رمضانيات. السلام عليكم.